وكالة موديز صنفت للتصنيف الانمائي صنفت مصر عند B2، وتغيرت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية. ماذا يعني هذا؟ يعني أن قدرة مصر على الاقتراض باتت أقل، تكلفة الفائدة عليها ستكون أعلى، القدرة على امتصاص الصدمات وسداد المديونيات الخارجية بمواعيدها صارت أضعف. رغم إيماني بأن هذه المؤسسات مسيسة، لكن الحقيقة الوضع في مصر خطير، وكان واضحا لكل متابع، خاصة مع ضعف التدفقات النقدية وعدم وجود موارد ثابتة لسداد هذه الديون التي تجاوزت 150 بليون دولار. وللأسف هذا ما حذرنا منه مرارا. صديقك من صدقك.